أول شي بدي أسألك عنه، شغلك بيجي تحت مسمى الألتا مودا، فيك تشرح للناس شو هي الألتا مودا؟ ألتا مودا هو الهاي أند فاشن، كل شيء طبعاً بتاخد بعناية، كل شيء معمول بالإيد، يعني زي ما حضرتك شفتي الفستان اللي عارضينه اليوم كله مرسوم من أوله لأخيرته. هو بيشرح أو بيحكي عن قصة امرأة دخلت قصر وبتمشي فيه وما في شيء بنير طريقها غير الشموع والشموع الدائبة، فالصورة تخيلتها والامرأة تخيلتها رسمتها على الفستان، فكل شيء خلينا نقول مركز عليه بعناية كتير جدية، كل شيء up to a certain standard، وهذا هو اللي احنا بنسميه ألتا مودا، أنا in my instance كمان برضو بسميه wearable art. كل عمل بتعمله بيجمع بين الرسم والتصميم، كم بياخد منك الوقت للقطعة الواحدة؟ حسب القطعة، إذا مرسومة كلها أو إذا بس شقف منها بسيطة الرسم، بس حوالي شهر لشهر يعني حوالي شهر on average، أو خلينا نحكي الوقت الطبيعي لكل قطعة تنعمل. هذا النوع يعني فينا نقول الغريب أو الجديد بيلقى اهتمام من الناس، بيهتموا فيه، بيطلبوه كتير، لأنه أنا عاد بجمع بين الفن والموضة، وعاد بقول للناس مو ضروري يكون عندهم أو عيهم حاطينا بخزانة، أو مو شرط يكون الرسم اللي هم بدهم يشتروها محطوطة على لوحة ومعلقة بالبيت. هم أنا جمعتهم التنين إنه إذا الفستان أو القطعة مش عادة بتنلبس وتنحط على مانيكان بالبيت بزاوية بالبيت، ما بتفرق عن لوحة تانية اللي اشتروها من عندي، بس هاي اللوحة فيهم يلبسوها ويطلعوا فيها على أي مناسبة، وفيها يفرجوها للناس اللي حواليهم اللي هم عاملين الانفستمنت بهالقطعة. أول ما بلشت كانت هالفكرة في بالك إنك تجمع بين الفنين ولا أجت صدفة؟ لا، كانت الفكرة من بالي على طول، حتى من أول ما كنت بدرس التصميم أزياء، لأنه حبيت أخلق قطع مميزة. كل القطع اللي بخلقها هي بس ون بالعالم أو وحيدة بالعالم، حبيت أخلق قطع مميزة، وغير عن هيك قطع فيها عناية كتير، أنه ما مش يكون مطبوع على الأواعي، خلينا نقول القصة تيجي تخرب الرسمة أو أي شيء، بالعكس لما بعد ما يخلص الفستان كله وقتها الرسمة بنحط عليه. بتقدم قطع خاصة بالمرأة العربية؟ أكيد، حتى هلأ قبل يومين يوم السبت عرضنا خلال فاشن فورورد، وكان الكولكشن مستوحى من الإمرأة العربية. كملنا قصة الإمرأة اللي دخلت القصر، الطريقة كان بس بتنور بالشموع، لتكتشف انه هي حفيدة ملكة عربية اخذت العالم كله، لانه هي كانت تستحق هالقوة والمعرفة اللي عندها، كانت تتفوق كل الرجال، واخذت اوعي رمز لقوته وعملت انثتهم اكثر، وهيك انا استوحيت هالفكر للكولكشن او خلينا الفكرة او بقية الكولكشن اللي عرضناه يوم السبت. بس لانه انا ما بخلق كولكشنز كل 6 اشهر، هي قصه وبتضلها ماشيه دائما، فما في قطعه بتكون قديمه او قطعه جديده، هي بس الفكره ممكن تتم لسنين ماشيه، وهذا هو انا بحب اخلقه، لانه كل ورق قطعه فيها قصه.